السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم معكم محمد الصغير في حلقة جديدة على مدونة العالم الافتراضي. في هذه الحلقة سأريك طريقة استرجاع الملفات المحذوفة من أجهزة iOS سواء كانت آيفون أو آيباد أو آيبود. طبعا قبل المرور إلى شرح أريد أن أنوه عن نقطة بسيطة، هي أن إمكانية استرجاع الملفات سواء كانت من أجهزة iOS أو حتى من الحاسوب أو حتى من هواتف الأندرويد أو حتى من الكاميرا أو أي جهاز آخر، تكون إمكانية الاسترجاع ضئيلة للغاية، حيث لن نتحدث مثل باقي الفيديوهات تعرف على البرنامج الناري، تعرف على البرنامج السحري وغير ذلك من العناوين، وكذلك استرجع ملفاتك المحذوفة حتى لو بعد عملية 1000 عملية فورمات وغير ذلك. ولكن أريد أن أنوه عن نقطة بسيطة وأريدك أن تجعلها يعني دائما في عقلك، بأن عملية الاسترجاع للملفات المحذوفة دائما تكون ضئيلة وغير قوية، يعني تسترجع ملف ملف لا وغير ذلك. ولكن البرنامج الذي سأقوم بشرحه في هذه الحلقة جيد نوعا ما، يمكنكم استرجاع أغلب الملفات المحذوفة سواء كانت رسائل، موسيقى، سجل هاتف، ملفات يعني تصفح في السفاري، الصور وغير ذلك من الملفات. بالدخول إلى هذا الرابط الذي سوف تجده أسفل الفيديو، تضغط فقط هنا على داونلود ناو. بعد تنزيل الملف طبعا عند الضغط عليه ستنتظر هنا قليلا، تنبثق لك نافذة، تختار هنا الخيار الأزرق إذا كان لديك الإصدار الأخير من الآيتونز، والخيار الأخضر إذا كان لديك إصدار قديم من الآيتونز. تختار أي من خيار، إذا لم يشتغل لا معك الخيار الأول تختار الخيار الثاني لا توجد أي مشكلة. بعد تنزيل ملف وفتحه وتنصيبه بطريقة سهلة جدا مثله ومثل باقي البرامج، تقوم بفتحه هنا. الآن تقوم بتوصيل هاتفك iOS الحاسوب هنا، تختار Recover from an iOS device، بعد ذلك تقوم بالتأشير على الأشياء التي تريد استرجاعها. أنا سأترك كل شيء مؤشر هنا وأضغط على Start Scan، تنتظر حتى يصل 100%. إذا مشاهدي الكريم كما ترى أمامك عند وصول السكان إلى 100%، تنتظر قليلا حتى تنتهي أو يعني تختفي هذه النافذة، نافذة السكان. بعد ذلك سيظهر لك هنا بعد قليل خيار الريكوفري، إذا تنتظر قليلا كما ترى هنا الأعداد التي تظهر أسفل كل أيقونة، الكونكتس 40، الكال هيستوري 62، هنا 0، الرسائل 0، هنا 61، 31، يعني كل هذه، السكايب 1، الواتساب 15، محادثات الواتساب 1194، ايضا الكاميرا رول 1088. الان تضغط هنا على ريكوفر للاشاره عند تنزيل البرنامج والضغط وبعمل سكان والضغط على ريكوفر، سيظهر لك نافذه ادخال السيريال. لا تخاف، طريقة تفعيل هذا التطبيق سهلة وسهلة للغاية، لا تحتاج إلى كراك أو أي شيء، فقط اكتب في جوجل سيريال فون ريسورس، يعني اسم البرنامج، اكتب سيريال ثم اسم البرنامج وادخل أول سيريال يظهر أمامك، لا توجد أي مشكلة. إذا لم ينجح لك معك السيريال الأول، جرب السيريال الثاني. بعد ذلك أضغط على الريكوفر كما ترى أمامك هنا، تنتظر حتى تصل العملية إلى 100%. المشاهد الكريم عند الوصول إلى 100%، تنتهي النافذة وتنبثق لك هذه النافذة، طبعا تظهر لك المجلد الذي تم حفظ فيه الملفات التي تم استرجاعها. إذا نقوم بفتح المجلد هكذا تظهر لك جميع الأقسام، الواتساب، السفاري، الكاميرا رول كما ترى أمامك، إذا نفتح الكاميرا رول كما ترى كل هذه الصور تم استرجاعها وكانت محذوفة من هاتفي سابقا. العديد من الصور مشاهدي الكريم، كل هذه الصور كانت محذوفة، العديد من الصور قمت بحذفها والآن موجودة في هاتفي وتشتغل معي 100%. كذلك الملاحظات هنا، كل هذه الملاحظات، أيضا الواتساب، الرسائل التي تم إرساله عبر الواتساب للإشارة، كل هذه المحادثات محذوفة كانت. هكذا أيضا السفاري بوكماركس، هنا محادثات الواتساب، لاحظ معي مشاهدي الكريم يعني بالوقت وكذلك التاريخ، كل هذه الرسائل. شكرا على حسن متابعتكم، اتمنى تكون هذه الطريقه قد نالت اعجابكم، رجاء ان اعجبتك هذه الحلقه لا تبخل علي بالنقر على زر لايك وكذلك سبسكرايب. ظهر الان اسفل الفيديو على يمينك، قم بالنقر علي قبل نهايه الفيديو للتوصل بجديد الحلقات الشبه يوميه فقط على مدونه العالم الافتراضي. لا تنسى متابعه